أهلا بكم مشاهدينا مجددا. ننتقل بكم الآن إلى وزارة الصحة لنقل وقائع المؤتمر الصحفي الدوري حول آخر المستجدات بشأن أزمة كوفيد-19. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم في هذا المؤتمر الإعلامي 53 والذي يعقد اليوم الأربعاء الموافق 6 من شهر مايو لسنة 2020. لاحظنا جميعا تزايد أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية، ونتفهم جيدا القلق الذي يعبر عنه البعض حول هذه الأعداد، إلا أن هناك بعض الأمور التي نود توضيحها. هناك تزايد في أعداد المساحات التي تقوم بها الفرق الطبية على أكثر من صعيد، من ناحية المساحات التي أجريت على جميع المواطنين القادمين ضمن خطة الإجلاء الجوي الأخيرة والتي ابتدأت من تاريخ 19 إبريل لسنة 2020، حيث جرى التعامل مع أكثر من 20,000 راكب طبقت عليهم الإجراءات الوقائية وبما في ذلك المساحات المخبرية. وزيادة المساحات المخبرية كذلك كان ضمن خطط الترصد النشط والمسح الميداني من خلال حملات الفحص المتنقل والتي شملت حتى الآن العديد من المناطق مثل الجليب والمهبولة، بالإضافة إلى شرق والمرقاب وبنيد القار. كان ذلك في محافظة العاصمة وفي محافظة الفروانية، منطقة الفروانية وحولي كذلك. ولا شك أن الزيادة في عدد المساحات ساهم في رصد العديد من الحالات والتي كانت أصلا مصابة حتى وإن لم تظهر عليها أي أعراض. كل حالة يتم تشخيصها وتظهر النتائج الإيجابية والتي تفيد بوجود الفيروس فإنه يتم فحص جميع المخالطين، لا سيما المخالط اللصيق close contact، وتجرى عليهم المساحات المخبرية. الأمر الثالث وهو عندما يتم رصد الإصابات فإنه يتم تتبع المخالطين كذلك وتطويق بؤر الانتشار وعزل المصابين وتطبيق الحجر الصحي الإلزامي على المخالطين وفقا للبروتوكولات المعتمدة في وزارة الصحة حتى يتم السيطرة واحتواء الانتشار. الأمر الرابع، هناك زيادة كبيرة في أعداد المخالطين في هذا الأسبوع والأسبوع الماضي كذلك مقارنة بأعداد الحالات والتي هي قيد التقصي والبحث عن أسباب العدوى، ومقارنة مع الحالات المرتبطة بالسفر كذلك. ونحن نؤكد كما تؤكد العديد من الدراسات على أنه ليست بالضرورة ظهور الأعراض، أعراض الإصابة بالفيروس في البداية، أو قد لا تظهر على الإطلاق. فهذه المعلومة بحد ذاتها تحتم علينا ضرورة تجنب المخالطة. فالوقت الآن لا يحتمل المجاملات أو التوجيبات الاجتماعية، ونحن نقدر جيدا اقتران هذه المناسبات والتجمعات في هذا الشهر الفضيل والذي اعتدنا على الالتقاء فيه دائما، ولكن صحتك وصحة غيرك وصحة المجتمع ككل أولى بالمحافظة والصون. ونحن نأمل ألا تستمر مثل هذه الإجراءات طويلا والتي هي محكومة بمدى الانتشار والتفشي. ما نمر به الآن هو ضمن النشاط المتوقع لانتشار الفيروس وتفشيه، وهذا المنحنى الذي مرت به عدة دول ومرت بأوقات أشد بأضعاف كثيرة من الأوقات التي نعيشها نحن الآن. نحن نتفهم كمية القلق وكمية الحرص على هذا الوطن وكل من عليه، ونحن قد ترجمنا هذا الخوف والحرص والقلق بالإجراءات التي تبذلها طواقمنا الطبية على مدار الساعة. وحتى الآن ولله الحمد لم تخرج الأمور خارج نطاق السيطرة، ونحن نتفائل ولكن لا نتهاون. الأمر السادس، هذا هو وقت التكاتف والتعاون المشترك الذي ينتظره منا هذا الوطن الغالي علينا جميعا، وإنها مسؤولية مشتركة، ولكن إنها مسؤولية مشتركة ولكن لكل منا دور للقيام به في هذه الأزمة.
ولا ننسى أن الأهم من أداء الدور هو المداومة عليه باستمرار، لأنه وحسب طبيعة المرض الذي نواجهه جميعا ويواجه هذا العالم، وحسب طريقة انتشاره والذي ينتشر بالعدوى، يختلف عن طبيعة الأمراض المزمنة غير المعدية، على سبيل المثال السكر والضغط، والتي أي تهاون فيها يكون له المردود السلبي لا قدر الله على الشخص نفسه. لكن هذا المرض الذي نتعامل معه اليوم، أي تراخي في مواجهته فإن المردود السلبي لا قدر الله على المجتمع ككل، وإن الالتزام بالإجراءات الوقائية كالبقاء في المنزل وتجنب مخالطة الآخرين مقرون نجاحها بالمداومة عليها وعدم التراخي في أي يوم من الأيام. من المهم جدا ألا ننظر إلى الرقم فحسب، وإنما الأهم هو مصدر هذه الإصابات، هل هو معلوم أم غير ذلك. نحن لم نصل لمرحلة ولله الحمد أن تكون حالات التقصي الوبائي أكثر من حالات المخالطين، أو حالات التقصي الوبائي أكثر من الحالات المرتبطة بالسفر، لم نصل إلى هذه المرحلة ولله الحمد، وإن شاء الله لا نصل إليها. الأمر الآخر هو كيفية التعامل مع الحالة عند الإصابة في عزلها، وكيفية التوصل والتعامل مع المخالطين، وهذا ما تقوم به الفرق الوقائية وتميزت في ذلك في تحديد البؤر التي تتمركز فيها الإصابات لاحتواء التفشي في المجتمع. كانت هذه بعض الملاحظات والتوضيحات حول زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية. ننتقل الآن إلى محور آخر، وحول بعض المفاهيم والتي نوهت عليها منظمة الصحة العالمية حديثا، ومعظمها يتساءل عنها الكثير، وأود أن نثير ونذكر البعض منها حتى تعم الفائدة. هناك سؤال دائما ما نسأل به ودائما يطرح، وهو هل انتقال الفيروس فيروس كورونا سارس كوف 2 يقل أو يتأثر بالمناخ الحار أو الرطب؟ المعلومات المتوفرة حتى الآن هو إمكانية انتقال الفيروس في جميع المناطق والأقاليم، حتى المناطق ذات الطقس الحار أو الرطب، ومهما كان الطقس أو الإقليم الذي يعيش فيه الإنسان، فإنه ينبغي عليه اتخاذ كافة الإجراء الوقائية المثلى، لا سيما إذا كان في المناطق التي أعلن عن وجود إصابات فيها. ونذكر أن المداومة على غسل اليدين يعد من أفضل الطرق للحماية والوقاية من الإصابة بمرض كوفيد 19، حتى يتجنب الشخص إمكانية انتقال الفيروس المحتمل وجوده في اليد إذا ما لمست اليد، العين أو الفم أو الأنف. الأمر الآخر من التساؤلات التي دائما ما تطرح، وهو هل اللقاحات أو التطعيمات المضادة للالتهاب الرئوي تعمل على الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد 19؟ لقاحات الالتهاب الرئوي مثل نيوموكوكال فاكسين لا تعمل على الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا سارس كوف 2، وإن هناك الكثير من الجهود العلمية والتي تبذل في سبيل الحصول على لقاح يمكن استخدامه للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف 2، وما زالت جارية تلك الأبحاث مع الأخذ بالاعتبار على أهمية اللقاحات المتوفرة والمضادة للالتهاب الرئوي. ننتقل الآن إلى إحصائية حالات الشفاء ومراكز الحجر الصحي المؤسسي. بلغ مجموع أعداد حالات الشفاء في دولة الكويت عدد 2219 حالة شفيت ولله الحمد، فقد تم تسجيل عدد 187 حالة أعلن شفاؤها خلال 24 ساعة الماضية. أما بالنسبة لمراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع عدد من أنهى الفترة المحددة للحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال 24 ساعة الماضية واستيفاء سائر الإجراءات المعتمدة لذلك بلغ عددهم 136 حالة، طبعا على أن يستكملوا 14 يوم، فترة لا تقل عن 14 يوم في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي.
أما فيما يخص آخر إحصائية لحالات الإصابة في دولة الكويت، ففي الـ 24 ساعة الماضية ثبتت وتأكدت إصابة عدد 485 حالة بمرض كوفيد 19، والذي يسببه الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف 2. وخلال الـ 24 ساعة الماضية لم ترصد أي حالة مرتبطة بالسفر. فالحالات الـ 485 والتي رصدت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة هي حالات ثبتت إصابتها بمرض كوفيد 19، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، فيما يتم فحص وحصر جميع المخالطين لهم من قبل الفرق الوقائية المنتشرة في جميع محافظات البلاد. من بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية 152 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و99 حالة لمواطنين كويتيين و84 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و49 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة. بالنسبة لحالات اليوم والتي جرى تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية، أعلى محافظة سجلت بها أعداد الإصابات هي محافظة الفروانية بواقع 126 حالة، تليها محافظة حولي بواقع 106 حالات، نحن نتكلم عن آخر 24 ساعة، و70 حالة رصدت في محافظة العاصمة و52 حالة في محافظة الأحمدي. تبقى محافظة الجهراء أقل محافظة من حيث تسجيل أعداد الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد سجلت 49 حالة فقط. ومن مجموع حالات اليوم يتبقى 82 حالة، وهي الحالات التي جرى رصدها من مراكز الحجر الصحي. يصبح بذلك العدد الكلي للحالات المسجلة في دولة الكويت والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد 19 6289 حالة، وقد بلغ مجموع أعداد الشفاء كما ذكرنا 2219 حالة. أما فيما يخص العناية المركزة فقد جرى تسجيل حالتي وفاة، وهناك 48 حالة مستقرة و40 حالة حرجة. المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد 19 وما زالت تتلقى الرعاية الطبية من خلال الطواقم الطبية والتمريضية والفنية المختصة بلغ عددها 4028 حالة. نسأل الله السلامة والشفاء للجميع، شكرا لكم، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم مشاهدينا، نضم صوتنا إلى صوت دكتور عبد الله السند، متفائلين بفرج من الله قريب وسيجعل الله بعد عسر يسرا بإذن الله. مشاهدينا الكرام، نقلنا لكم وقائع المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة حول آخر المستجدات بشأن أزمة كوفيد 19. دمتم في أمان الله.